أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من 17 سبورتس. بشرفني اليوم نتعرف على رياضة حلوة كثير عم بيكبر جمهورها بشكل رهيب بلبنان، وكان لي شرف إني فترة تقريبا شهر ونص شهرين غطيت إيفنت كثير حلو على الأرض، كان هو المرحلة الثانية من بطولة لبنان بالفرق باي فور عن فئة السمي روك. بشرفني اليوم استقبل المسؤول الإعلامي باتحاد الدفع الرباعي الأستاذ إلي الحاج. مرحبا استاذ إلي، اهلا وسهلا فيك. مرحبا جاهد، كيفك؟ شكرا لاستضافتك لنا واهتمامك الدايم برياضه 4x4، بتضل تشجعنا ومكبنا على الارض. بيشرفني. ومثل ما قلت انا فعلا انا على الصعيد الشخصي كثير عم تمني الرياضه، عم بشوف قد في شغف مش بس بالسائقين حتى بالجمهور، وكبت على الارض من فترة شهرين. هلا بسياق الحلقه رح نتطرق لك هالمواضيع كلها، قد ايه حلوه، قد ايه في هيك كومبيتيشن نظيف اذا بدك، في حماس، يعني بيعلى الادرينالين على الاخر. مثلا نقول عن جد رياضه مش طبيعي شو حلوه، اللي بينزل على الارض بيتفرج بيعرف شو عم بحكي. رح نتطرق لكل المواضيع خلال الحلقه استاذ إلي. اول شيء خبرني حضرتك كمسؤول اعلامي بالاتحاد، يعني خبرني كيف تاسس الاتحاد، من امتى تاسس وكيف تاسس، وشو هي اهم الانديه المشاركه للاتحاد حاليا؟ هو الاتحاد هو مجموعه انديه رياضيه بتهتم بال 4x4، تاسس بال 2015. قبل ال 2015 كانت الانديه تنظم بطولات بلبنان، لكن كانت بعد ما توحدت على قانون معين وعلى فيدريشن معين. بال 2015 تمت الانديه اللبنانيه كلها من كل المناطق تحت عنوان اتحاد لبنان للدفع الرباعي، وتوحدت بقانون واحد وببطوله، فتنظمت بطوله لبنان بال 4x4. وصارت سنه عن سنه تتطور وتتحسن اللعبه. في عندنا اتحاد رسمي منظم ضمن رولز معينه وقوانين معينه. نعم صح. رح أدلك شوي سريعا الانديه اللي مشاركه معنا، يعني ما قليل ابدا، عندنا حوالي 22 فريق من كل الاقضيه ومن كل المحافظات اللبنانيه. من كسر كسروان بكسروان عنا ثلاث فرق، من كسروان سبورت كلوب، كسروان 4x4، وفريق WRD. من زحل بخلدي عنا فريق 5 ليميتس، بجزين عنا فريقين كمان، جزين اوف رود وكلوب شلال جزين اكستريم اوف رود. عنا شناي اوف رود تيم اللي نظم الايفنت بشناي مطرح ما كابتونا. فريق تشانل 11 وفريق بتاتر أوفرود. بجبال عندنا فريقين كمان، جبال أوفرود وشالهوب أوفرود. وفي عندنا فرق يعني مش تابعة على منطقة، بس فرق مستقلة مثل إكستريم فيتارا 4x4 لوردز. عندنا من المتن فريق المتن أوفرود، ومن جبل لبنان جبل لبنان 4x4. من جنوب في عنا إكليم أوفرود، ومن صنين عنا صنين أوفرود فريق النخبة، وحتى من بيروت عنا فريق اسمه فريق بيروت ريسينج تيم. حلو. هول الفرق اللي محرزين ومميز أساس لي إنه من الأراضي اللبنانية إذا بدك، يعني عنا فرق من جميع الأراضي اللبنانية، فشيء حلو. وهذا بأكد حديثة إنه أنا صار في يعني إذا بدك إلمام حضور قوي لهالرياضة على صعيد السائقين وصعيد الشعبي والجماهيري إذا بدك. كل فريق كل فريق عنده أكثر من سيارة بتشارك. في إيفنتات عم نوصل لل 40-50 سيارة مشاركة بتحدي، إذا بدك اسمه تحدي تسلق الصخور والجبال. كل الفرق بتشارك وبتتحدى بعضها، بروح رياضية حلوة بطبيعة لبنان الحلوة، وبينتقل السبق من منطقة لمنطقة دايما، ودايما في عنا أجواء رياضية كتير حلوة. نعم. من يعني ختام حديثك، أنا كان في سؤالي، خبرني أكثر شو النشاطات اللي عم تعملوها والإيفنتات اللي عم تنظموها حضرتكم كاتحاد، يعني بس أحكي اتحاد، يعني طبعاً شيء منظم على الصعيد الرسمي. حطني أكثر، حط مشاهدين أكثر بجو الإيفنتات اللي عم تحضروها كاتحاد أستاذ إلي. صحيح. الاتحاد بيقسم البطولة لفئتين، فئة السيمي لوك وفئة الفول لوك.
ايوه فئة السيمي لوك هي السيارات يلي فيها ديفرنشال لوك خلفي او لوك بالمحور الخلفي للسيارة. نعم وهذه الفئة ماكسيموم الحجم الأكبر يعني التاير سايز الأكبر هو 33 انش بحق لها تركب السيارة. كمان بالسيمي لوك في عندنا عادة 6 مراحل كل سنة. نعم والفول لوك اللي هي الفئة الثانية، فئات السيارات الأكبر واللي دوليبا بحق لها تحط قياس دولاب 37 انش ماكسيموم، وبحق له لوك بالمحور الخلفي ولوك بالمحور الامامي. يعني يعني هون نحكي بمطريات قياسات مطريات اكبر واضخم واقوى بين السمي لوك والفول لوك. نعم سيارة بالفول لوك سيارة أكبر عندها قدرة تسلق عوائق أكثر. نعم بطبيعة الحال بتكلف أكثر ومش مجهزة تجهيزات أكثر. يعني معروف اصلا هذه الرياضه تشمل الرياضه الميكانيكيه بشكل عام، ورياضه المحركات رياضات مختلفه جدا ومن الرياضات الغالبه نقول. وانا شفتها على الارض واختبرتها على الارض، بيقولوا شفت بي يعني موتورات ما شاء الله شو ضخمه، ما بتعرف شو محطوط موتور، ما بتعرف فعلا انها مكلفه. على سيره الموتورات هون بدي اسالك، يعني في مراقبه على الموتورات؟ يعني بالسيميلوك مسمح له ب يعني سايز معين بليفل معين اذا بدك، بالفول لوك بسايز كيف بتراقبون الموتورات قبل الايفنتات؟ هي الرقابه هي على السلامه مش على الموتورات. على السلامه بحق له يركب موتور، بحق له يركب موتور كبير ومن صالحه يركب موتور كبير، بس مش دائما ايام الموتور الكبير والسرعه الفائقه على تسلق الصخور يمكن بمطارها معينه تضرك ما تفيدك. فالسياره يكون فيها سلايد بالانس حسب وزنها، اذا الوزن منه كثير ثقيل موتور 6 سلندر ممكن يكون ناجح. منه عائق، بس اهم شيء السلامه. في اكيد عندنا اكيد سيفتي، ولانه في منهم الباقي من الا يلي بتكون بتحس انه مثلا ما في سقف ما في شيء، طبعا في حديد في فرغم هيك بس هي للمشاهدين اللي عم يتابعوا الرياضه يعرفوا انه لا في احنا اخذين انتم او كاتحاد يعني السائقين اخذين اكبر درجات الحيطه والحضر يعني والحفاظ على السلامه الذاتيه للسائق. يعني فيها قبل ما تشارك قبل ما تشارك سياره باي ايفنت في لجنه السلامه بتعين السياره، بتاكد انه البيلوت قاعد بوضعيه سليمه، ما بيعرض حياته للخطر، ما بيعرض غيره للخطر كمان. اكيد لازم السياره لو انه باقي وما فيها كابين، بس لازم يكون عنده باب او 100% السكيورتي موجوده والاطفائيه. واكيد هون كمان بوجه تحيه لقوى الامن، القوى الامنيه من جيش ودرك وقوى امن داخلي والدفاع المدني او المدني اللي عم بيكون موجود بالايفنتات اللي انا كمان شفتهم. تحيه كبيره لهم اللي عم بيوجدوهم حضرتكم بايفنتاتكم كاتحاد. لكن حكينا عن الكاتيجوريز اذا بدك اللي هن السمي لوك والفول لوك اللي تقريبا هيك بشكل مقتضب خبرتنا عنهم، عن قياساتهم حجم موتوراتهم. بدي اعرف استاذ مين بيعمل مسار؟ يعني انا بس يكون في مسار معين مين بيعمله؟ يا ترى الاتحاد هو بيشرف عليه شخصيا ومين المشرف على التحكيم كمان؟ يعني بدي شباب اتفاق على المسار وعلى التحكيم ايضا. في 4 لجان تهتم باي ايفنت. رح بلش اول شيء بلجنه المسار. لجنه المسار اللي هي بيترأسها رئيس الاتحاد الاستاذ جان ونس، هو مهندس المسارات تبع اللعبه، بيشرف على المسار. الايام اكثريه الايام بيكون مسار طبيعي، طبيعه حفرته بحاله، وببعض الاحيان بيتعدل المسار بحفره او اجرفه او اي شيء من هذا النوع ليكون في تحدي وتسلق وعوائق وصخور ومي ووحل و بتصعبوها قد ما فيكم، قد ما فيكم بتصعبوها على المشترك. اكيد بتصعبوا له حياته، بتصعبوا له مساره ليكون عن جد تحلش بكل معنى الكلمه استاذ الي. صحيح من بعد لجنة المسار كان عندنا لجنة التحكيم، هي اللجنة اللي خلال الإيفنت هي اللجنة اللي بتحكم وبتطلع النقط وبتطلع الترتيب النهائي. رئيس لجنة التحكيم هو الأستاذ كميل تنوري، هو اللي بيهتم بالتحكيم. أكيد معه لجنة من حكام موجودة على الأرض وعم بتراقب وتصور وتهتم بالنقاط. من بعد لجنة التحكيم في عندنا اللجنة اللوجستية،
اللي هي بتأمن كل شيء، عدة ولوجستية لكل الإيفنتات خلال الموسم كله. نعم أكيد قبل الأزمة بلبنان كنا نقدر نعمل حوالي 12 إيفنت بالسنة، 6 فول لوك و6 سيمي لوك، حلو حلو، كانت تقسميها نص بالنص. طايفية نعم بطولة بالتعادل طايفية بالرسمية أكيد بالبطول. نعم صح، كانت جماهيرية، تقريبا طايفيتنا حافل جماهيرية على الأرض، وين عم بيكون الجمهور أكثر بالسيمي لوك ولا بالفول لوك، ولا نفس الشيء ما بتفرق مع الجمهور نفس وهم يسمع الشيء. ما أصوات هي الفرق ذاتها متنوية ويشم ريحة البنزين إذا بدك، والتجربة الحلوة كثير والتقنية والخبرة على الأرض. بالايفنتين في اكشن وفي سسبنس، كون انه الفرق ذاتها بتشارك بالسيمي لوك وبالفول لوك، عندها سيارات مجهزه بالفئتين، فدائما الفرق عم تجي وجمهورها جاهز. العائله نعم وبتخيم قبل النهار، وبيكون في صحيح. سهره نار بالليل نعم والجامعه حلوه اجواء ولا وقبل اجمل. التحدي نعم دائما في اجواء ولا اجمل. خلال الايفنت كله بينصب خيمه وفريق نعم عمل وتصوير، اجواء كثير حلوه. دائما حلو انه الايفنت دائما بيتنقل بالمناطق اللبنانيه الجبليه والساحليه، يعني في نعم عندنا ايفنتات بخلدة على البحر، حلو. في عندنا ايفنتات باهدم بالجبل وبصنين وبزحله وبكل المحافظات اللبنانيه. يعني من اول الربيع لاخر الخريف، القافله اللي بتمشي اذا بدك بسم من الله، منطقه لمنطقه بكل الظروف المناخيه وبكل المناطق اللبنانيه الحلوه ساكنين كثير. سيزون. نعم الجامعات مع كل اولاد المناطق والضياع بتكون الاجواء ولا اجمل، وفي نعم الفه ومحبه وروح رياضيه. عم بتغطوا ايفنتاتكم على كل الاراضي اللبنانيه، على كل نعم بكل اذا بدك الظروف المناخيه، فينا نقول كمان سهل، صح جبل، بحر. صح. لا انا هلا كنت اكيد من بدنا نكون خلالك نحكي عن بدعي كرماش، بشجع الجمهور اللبناني انه يواكبهم ويعيش ويواكب الاجواء اكيد صح. الرائعه. يعني عم برجع بكرر، انا بالشركه طلعت قطيت النهار، وعن جد يعني نهار مميز، كان عرس رياضي وطني بامتياز هو نهار الايفنتات. صح تفضل استاذ ليه. أكيد بال2020 بسبب جائحة كورونا ما قدرنا نعمل إلا إيفنت واحد نعم بالصيفية. نعم أول شيء كانت وزارة الصحة تمنع مانا. التجمعات. نعم بال2020 انتقلنا على 2021، إجت الضائقة المالية. رح يقتصر الموسم على 3 سباقات سيمي لوك و3 سباقات فول لوك بسبب الضائقة المالية وشح البنزين وكل نعم الأزمات اللي مرقنا فيها. مع هيدا وكله لعبة أكيد بتكلف كتير، بعدنا بنقدر نعمل بطولة، في شباب عم تشارك وفي شباب محمسة، وبعد البطولة ماشية صحيح، كتر خير الله. اللي عنده شغف بالرياضة أكيد ما بيوقف. مثل ما تفضلت يعني للأسف كورونا فريق الأوقات اللي زار واجتاح لبنان أكيد أثر كثير على الرياضات، على كل أنواع الرياضات، ومن بينها رياضتكم أستراليا. ومن بعد كورونا كمان إجت الظروف الصعبة اللي بتصور لها تأثير مباشر على رياضة 4x4، كونه المادة الأساسية هي البنزين، قد يأثر قطع البنزين مش موجود، أو إذا موجود متوافر بكميات قليلة وغالي جدا. عم نشوف بالاسابيع الاخيره قد ايه يعني تخطي 300,000 التركه استاذ الي. بس رغم هيك انت بتقول نحن صامدون، هون صامدون وراح تحكوا بالتشالنج. اكيد اللعبه الميكانيكيه بتكلف، واليوم بالبلد ما في سبونسرشيب. صحيح حتى يعني للاسف. قبل الضائقه الماليه بال2020 كنا قربنا نعمل بطوله الشرق الاوسط، حلو الاتحاد اللبناني والاتحاد الاردني والاتحاد السوري، كان في مشروع نعمل بطوله الشرق الاوسط. تعاونوا كلكم كان سوا، في يعني تعاون. نعم من الكل. نعم في درايفريه من لبنان طلعوا على الاردن وشاركوا ببطوله الاردن وقدروا جابوا بوديوم كمان. حلو حلو. وفي درايفرز اردنيه شاركوا بلبنان كذا مره، نعم اكثر من مره. كان بلش التعاون الشرق اوسطي عم بيكبر ويزيد لحد ما توالت الازمات علينا، بس نحن بعده المشروع قائم. نعم استاذ الي بنأكد على كلامك، وبحب يلا ننوه استاذ الي يعني بالابطال يعني عم بتشارك برات لبنان عم بيرفعوا اسم لبنان بالعالي بهالرياضه. فتأكيد عن كلامك انه كمان هيك بيك بوجه الدوله حضرتك للسبونسرنج يهتموا بالرياضه اكثر واكثر، كونه مثل ما كنت عم تفضل عم تفكروا هو مرحله من مراحل الشرق الاوسط، فالمنافسه مثلا عم تعلى لهالمستوى، فالمفروض انه لا يطلعوا فيكم ويطلعوا بالانجازات الكبيره اللي عم تعملوها، صحيح وبتعرف انه في ابطال عم يشاركوا ببارات لبنان. نعم صح. نحن عندنا المستوى، اذا بدنا نحكي، اذا بنقارن المستوى اللعبه باللبنان لمستوى الشرق الاوسط واسيا، حتى المستوى عندنا جدا جدا عالي.
سيارات مجهزة بأحسن تجهيز يعني. كل الشباب اللي شاركوا برات لبنان قدروا يجيبوا بالقليل بوديوم وحققوا حلو نتائج كتير مشرفة. حلو أنا سبق وتواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة وأكيد أعطونا ترخيص. هلا ما في دعم مادي بطبيعة الحال مثل ما نحن عم للأسف نطلب، يعني. بس الدعم المعنوي كان دائما موجود، وكانوا حدنا وشجعونا، وكذا مرة اجى حدا من شخص ممثل وزير شباب والرياضة افتتح المسار وكان موجود على أرض الحلبة معنا. ما في مثل دعم ما كنا معنوي يمكن لوحده كمان نحن بننشده ان شاء الله عبين ما يصير في دعم مادي لهالرياضه، وما ما نكرر صحيح حالنا نرجع نقول انه عم ناخذ برا وعم نشوف تدريب برا مشرف مشاركه أكيد لبنانيه خارجيه. نعم يعني سبق وشارك جيمي أكوبيان من فريق الشمال ببطولة الأردن أكثر من مرة وجاب بوديوم. في عنا جان ونس اللي هو رئيس الاتحاد شارك ببطولة ماليزيا بالرين فورست تشالنج بماليزيا وقدر خلص الايفنت كله بنجاح بظروف كانت بالرين فورست بالادغال بظروف ادغال ووحل وامطار غزيره. هو والفريق تبعه قدروا حققوا نتيجه كثير حلوه. حلو عندنا كمان سليمان خطار اللي هو عراب اللعبه يمكن من الاقدم بلبنان اللي شارك بكثير ايفنتات برات لبنان، شارك ب رالي ماستر بروسيا اللي هو رالي بيشتد الاف الكيلومترات، كمان شارك بالرينز فورست تشالنج بماليزيا وبايطاليا حلو وبالصين كمان جوله الرين فورست تشالنج من بطوله العالم. وفي عندنا فريق كسروان سبورتس كلاب شارك بسريلانكا بالبطوله هناك وكمان قدروا يعملوا نتيجه كثير حلوه. مثل العاده يعني اللبنانيه بيرفعوا اسم لبنان بالعالي نعم باي مكان شاركوا فيه. هل كنا عم نقوله استاذ علي يعني عنا بكار واسع اذا بدك بالمشاركات، فبنتمنى الدعم كل الدعم من الدوله اللبنانيه الممثله بوزاره الشباب والرياضه، بس مش بس انتم عم تعينوا، مش بس الاسم الرياضه او النوع من الرياضه عم بيعاني، بل كل الرياضات بلبنان منسيه واذا بدك متروكه على عاتق هيك ابطال مثل حضرتكم عم بيحملوها على كتافكم، كل مجهود كل واحد فردي بدومانه. نعم. اكيد كل الشباب مجهود فردي وبتكلفه من جيبتهم، بس نعم يلا ان شاء الله بتتحسن الاحوال وبتنحل الازمات وبيزدهر البلد ان وبيزدهر شاء اللعبه الله اكيد. على امل على امل على طول ترفعوا السمان وتنافسوا باعلى البطولات العالميه. استاذ علي بدي اعرف منك هالسنه بالتحديد حتى بجو اكثر مشاهدين اكثر بجو الايفنتات او المنافسات او النشاطات اللي نظمتوها السنه، كم ايفنت عملته وباي مناطق بالضبط، وقد ايه كل سنه تقريبا عم تعملوا ايفنتات؟ لهلا صرنا عاملين اثنين ايفنت سيمي لوك وايفنت واحد فول لوك. اكيد لو ما دعم البلديات بمطارح معينه، البلديات بتامن حفاره ومي وشباب وهيك، في تكلفه الايفنت اذا ايفنت بسيط من بين 5000 دولار فيها توصل لل 20 30000 دولار من التكلفه. 100% بنشكر البلديات كلها اللي ساعدتنا ودعمتنا وفعاليات صحيح. المنطقه. اول ايفنت سامي لوك جرى بغدريس بكسروان من نعم تنظيم فريقي كسروان سبورتس كلوب وكسروان 4x4. نعم جرى الايفنت بغدريس بمرحله صخريه كثير مميزه. فاز جيمي اغوبيان بالسباق. هيدا فئه الفول لوك عم نحكي سامي لوك، لا سامي لوك سامي لوك اوكي نخلص سامي لوك وننتقل للفول لوك. نعم ثاني ايفنت صار بشناي من تنظيم شناي اوف رود تيم مطرح ما كنتوا موجودين وغطيتوا السبق. نعم غطيناها واستقبلنا رئيس نادي فريق شناي فادي ابو المنى. نعم كان ضيفنا وحطنا اكثر الاجواء. نعم وفاز نعم فاز بهاء حمزه بالسبق بشناي، كان نهار كثير مميز بطبيعه شناي الحلوه. 100% ثالث ايفنت ما صار كثير حلو. ثالث ايفنت صحيح ثالث ايفنت راح يصير اول شهر الجاي بعد ما تقرر العنوان. اكيد هلا لجنه المسار بتحدد. ومن هلا بنوضك انا بوضك كبروجرام سفنتين سبورتس كتفي سفنتين راح اكون الى جانبكم نكون حدكم بشرفنا كمان نطلع نغطي ولايف مباشر كمان. انا هلا وعد مني لك على الهواء الشرف. اول ايفنت فول لوك جرى بكفيا بالنعس. نعم يعني ايفنت كثير حلو تحت السنوبر واجواء رباعيه كانت بعد الطبيعه خضراء ومناظر خلابه. بعد عنا لقينا ايفنتين فول لوك
في عنا ايفنت اول شهر الجاي وايفنت اخر شهر الجاي، وبنكون خلصنا الرزنامه كلها لهذا الموسم. 100 100. ونحن ان شاء الله راح صحيح. نتابعكم، وهذا بدي اقوله للمشاهدين الكرام انه الرياضه الحلوه المميزه مثل هلا مثل كنت عم تقلي بالناس واشواق الصوبر وايام ربيعيه كانت انه بتميز بنتعرف اكثر على طبيعتنا، على طبيعه بلادنا، على جغرافيا بلدنا، كانوا بينعمل بمناطق بريه اذا بدك او مشاعات، وكل ضيعه بلبنان اشبه من الثانيه وكل منطقه اشبه من الثانيه، بس الحلو فيها بتعيش اجواء الحماس بطبيعه كثير حلوه. وانا اللي شفته بشناي تفضلت حضرتك اعطيت مسار حلو كان، حتى نزلنا مع العالم اخذنا انترفيو منهم، جايين عيال العائله كلها، السلامه مدامته الاولاد اكيد اكلهم شربهم، يعني عن جد عرس وطني. هذا بيميز رياضتكم، طبعا احترامنا لكل الرياضات الاخرى، بس عن جد رياضه مشوقه، كان للدرايفريه او لحضرتكم المنظمين او للجمهور اللي عم يتابعكم. صح، والمميز كمان بلبنان عنا الطبيعه بتختلف من منطقه لمنطقه، شيء مش موجود بالشرق الاوسط. يعني في عنا مناطق نبع مي، نهر مي، ثلج، وحل، صخر، تراب، ايفنتات على شط البحر. بالخليج وبالشرق الاوسط كله مش موجوده، يعني يا صحيح. سبق بالخليج بس على الرمل، يا نعم، سبق بس على ما صار الوحل. شبه موحد نحن هون، عنا اما هون نعم الطبيعه تختلف، عندنا بكذا ظرف مناخي اذا بدك استاذ الين. صح، نعم بشمال وجنوب وساحل وزحلة، صحيح، في عنا مناظر ولا أجمل. والسيارة هون التحدي الكبير، السيارة بدها تكون مجهزة تمشي على الصخر وتمشي على الوحل وتمشي بالماي وتجتاز شكلها أنهر. صراحة نعم صح، شيء رائع جدا. أكيد الشباب بيتعبوا كتير على تجهيز السيارات، نعم وأكيد الجراجية والميكانيسيانية لهم فضل كبير على نجاح السيارة. طبعا يعني اكيد هو تيمورك، هو التيم وورك. اكيد تيم ورك، يعني نحن الدرايفر عم نشوفه على الفينش على الاخر، على الاخر عم بيجي يسوق عم يجي، اكيد هي كبيره درايفريه الابطال يلي بيشرفونا، بس كمان في فريق عمل مشهور وراهم ورا الكواليس بيقولوا كمان فريق ابطال كثير كبير، بحسيتهم، الفريق الميكانيكي اللي عم بيرافق الرياضه. يعني كل الدرايفر في معه فريق ميكانيكي ومعه كوبايلوت يلي هو بيعطيه الانديكيشنز اذا بدك، يلي بيعطيه بينزل على التعليمات المسار على ما بيكون حد بالجيب، بينزل على المسار وبيتعرض للخطر، يعني صح بيتعرض للخطر فيه. نعم. صح. سؤال لانه اخير، نعم سؤال تفضل، اخير كنت لك عامل لك استاذ. انه تفضل. الدرايفر لحاله ما بيقدر يعمل شيء بلا فريق، صحيح بده اكيد. لا الكوبايلوت يعطيه التعليمات، وبده نعم الفريق يكون مجهز له السياره. والدوليبة بتختلف قبل الظهر غير عن بعد الظهر، صحيح، يعني مجموعة كاملة متكاملة وإذا ليقدر وحل يوصل غير لهم. صخر، إذا مي غير ما بعرف تشيش بلكي. بتختلف نعم كلها. هي رياضة متكاملة، عملية متكاملة كلها سوا. صحيح. السؤال الأخير لحضرتك، عرفنا إنه حضرتكم عندكم فريق، إذا فينا نسميه هيك فريق إنقاذ إذا بدنا نقول، بتساعدوا العالم مثلا صحيح. العالقة أيام العواصف، أيام الثلج، حدا بالوحل بلكي بشورة مي، معرفة بجبال لبنان ومناطق يعني العالية فيها ثلج، دغري انتم نداء استغاثه اللي عندكم دغري صحيح. حاضرين مباشره وبتنقادوا للمساعده، يعني فهذا الشيء بيميزكم، حطنا اكثر من الاجواء الفريق التيم اللي موجود من مين الف كيف طلعتوا بالفكره، كيف بتقدروا تساعدوا الناس الاساسيه. خلال الفصل الشتوي بالعواصف الثلجية أو حتى بالوحل دائما عم نكون إلى جانب الدفاع المدني بمهمات إنقاذ بالجرد. نعم شتويت الماضي أكثر من مرة قدرنا خلصنا أرواح عالم عرقانة بطرقات جبلية بعيدة حلو، عن البشر، وكان بعد نص ليل. يعني نعم المجموعات دائما بتكون جاهزة للإنقاذ الجبلي بالعواصف الثلجية أو أي ظروف مناخية صعبة. اهل فريق يعني الاتحاد مشرف عليه بشكل رسمي، يعني الاتحاد مصممين هالشيء، مش بس هناك مجرد شباب متطوعين كاتحاد، شيء منظم، صح يعني الف صح تحيه منظم. لكم جد. في أرقام طوارئ فيهم يتصلوا عليها، والاتحاد بيوزع بتقولوا هلا، فيك تقولوا هلا ارقام طوارئ بتعزبك؟ هو من خلال الدفاع المدني. أول اوكي يعني أول اتصال بيكون من خلال الدفاع المدني. الدفاع نعم المدني بيقسم ال 120، نعم حسب صح مناطق، يعني نعم صح دائما من خلال الدفاع المدني. اكيد بيتحلوا اكثر باوقات العواصف والايام البرد والثلج وغيرها. نعم صح، لأنه يعني نحن دائما مؤازرة للدفاع المدني، صحيح كون إنه آلياتنا معدة
المعدل اللي تقدر توصل لمحلات ما بيقدر توصل لجرافي او ما بيقدر يوصل لآلية الدفاع المدني. 100% نتهاون نحن وياهم وتنطلع على الجبال وعلى المساريات الثلجيه 100% دائما بكل الكتب. ويعني يعني يعجز الكلام بنقول عن شكركم على الروح الانسانيه، هلا محيط الانسانيه من رياضه من ايفنتات حولتوها لعمل تطوعي انساني محض، هاي الروح المساعده ما بتسالوا عن شيء ورغم البنزين المكلف في الخبريات، فانت على طول جاهزين وحاضرين لمساعده العالم. عن جد الف تحيه، وباسمي يمكن انا يعني بسمع لحالي احكي باسم الشعب اللبناني كله اشكركم انه كل حدا معرض بايام الثلج وغيرها انه يصير معه اكسدون معين، فشابو بالا حضرتكم والف تحيه. بدي منك بالختام استاذ الي هيك توجه للجمهور، تدعي الجمهور اللبناني انه يبقى يوكلكم بايفنتاتكم وتدعيهم ليحضروا هالايفنتات الرائعه لسيارات الدفع الرباعي 4x4. يلا ان شاء الله بالايفنت رح يصير اول ويك اند من شهر الجاي، بنتمنى على الجميع يكونوا موجودين معنا بالاجواء الوديه والروح الرياضيه والمناظر اللي ولا اجمل، بنكون كلنا موجودين عم ناكل ونشرب سوا وعم نحمس كل واحد بحمس فريقه مع اجواء رياضيه حلوه كثير. وانا باكد على كلامك وبدعي الجمهور كله يواكب مثل ما قلنا من شوي يواكب الايفنتات الرائعه يلي كلها حماس كلها جمال كلها مناظر طبيعيه رائعه وبتحلى اكثر مع هذه المطارات القويه وهيك ريحه البنزين واذا بدك بالغبره والدخان هيك كلها بتعطي هيك امبيونس ولا اروع من هيك. فكمان بايد كلامك وبدع كل الجمهور يوقف الرياضة رائعة جدا، وعلى كل حال أنت عم تلاحظ لي أنا شو بيكبر جمهوره وهذا شيء جمهور كبير عم يوقف هون على طول بالإيفنتات. تعبيت اللعبة كثير كبيرة. نعم. اللعبة عندها شعبية كثير كبيرة ودائما عم بيكون في سكان المنطقة وسكان وأعضاء كل الأندية موجودين حدنا. نعم. بيكون الجو كثير حلو. نعم يعطيكم الف عافيه. الي نحن بنحكم على طول حلقه سنتين سبورتس بفقره اسمها لقطه لتمحى، وفقره اليوم شيء اكيد وشيء طبيعي رح نسمع عن حضرتكم عن رياضتكم عن المنافسات بدك ال 4x4 عن فئتي السمي لوك والفول لوك. رح نشوف مشاهد رائعه هلا مشاهدين الكرام بالايفنتات اللي نظمتوها السنه وغير السنين حتى عن عمليات الانقاذ اللي عم تعملوها. استاذ الي الحاج مسؤول الاعلامي باتحاد الدفع الرباعي، اهلا وسهلا فيك، نورت سنتين فورس، على امل التواصل الدائم ونوقفكم بكل ايفنتاتكم، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك وشكرا لاستضافتك لنا، واكيد بنلتقى على المطار بالايفنت الجاي. اهلا وسهلا فيك. اعزائي المشاهدين، هذه كانت حلقه اليوم من سنتين فورس، بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه المميزه والضيف المميز. مثل ما وعدناكم رح ننهي حلقتنا بفقره لقطه لطمحة اللي من خلالها رح نشوف نتعرف اكثر على الرياضه المميزه هي المنافسات اذا بدكم منافسات السيارات الدفع الرباعي 4x4.